كتير انطلبت مني حلوى المكسرات، نجيب ورق زبدة وندهنها بالزيت، نحمص 700 جرام مكسرات، نوضع الوعاء التاني نص كوب ماء 350 جرام سكر، ونحرك المكونات حتى تذوب مع بعض، نوضع شراب جلاكوز 150 جرام موجود عند العطار، نوضع رشة ملح، قطعتين صغار ليمون، وهيك نتركها تقريبا حتى توصل الحرارة 150 درجة مئوية، ننتظر حتى تصير 150 درجة مئوية، شايفين كيف؟ قربت تصير على 150 درجة مئوية، هيك حمصنا المكسرات وهيك صارت 150 درجة مئوية، بنوضع 300 جرام فواكه مجففة، في ليونة في الوصفة، ممكن احنا نزود الفواكه، ممكن نشيل الفواكه، ممكن نزود المكسرات، يعني حسب ذوقكم، نتركها تبرد ونقطعها، كتير هي روعة. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.